أنا والأستاذ نارين حاسين إنه هي بتناسبك. رح تكونوا ثنائي مثالي ورح تكونوا مبسوطين مع بعض. لهيك أنت فكر وخد قرارك. أنكيتا تمام معك حق، بس فهموني ما فكر فيها هيك. أنا ماشي. يعني أنا بظن إنه شكار ما بيحبها لبري. لا 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 مو هيك أبدا. ليك أنا بتعجبني بري عن جد، هي بنت طيوبة بسيطة كريمة وبتهتم كتير بعيلتها وبتحبهم كمان، بتحب شغلها كتير وحتى أنا نفس الشي. من إمتى؟ شو قلت؟ إمتى قريت سيرتها الذاتية لبري؟ بيعرف كل شي عني. لا مو هيك، صح بري بتعجبني بس ما فكرت ببري هيك. أنا بعتبرها رفيقة. أنتوا جيتوا على بيتي بهذا العرض وأنا قلت لكم كل شي بحسه تجاهها وبس. عن جد الناس اللي مكتوبين لبعض بالآخر بيلتقوا. صح، مثلي أنا وأهاني. أكيد شيكار، أنا بتمنى من قلبي إنكم تكونوا لبعض، واللي لازم أعمله إني اتصل بالمدام جانا وخبرها. ثانية بس شوفي، هلأ بدي ياكن تسألوها لبري قبل كل شي هي شو بدها. ما بدي تحس إنه عم نضغط عليها لتتزوجني. أنتي أحكي مع بري بالأول وشوفي رأيها. شيكار أنا ما بعرف رأيها، بس إذا هي بتوافق وقتها كل شي بيكون تمام. ليش هالخوف كلياته؟ إذا بري بتوافق أنا ما عندي مشكلة. إيه إذا هي بتوافق رح يجي بموكب العرس.